الآن ينضم إلينا من عمان وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية السابق الدكتور مهند المبيضين. أهلا بك معنا سيد مهند. دعني أبدأ من هذه الزيارة لرئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي. نحن نعرف أن للأردن موقف واضح إن كان على صعيد التحركات للمسؤولين أو من ناحية دبلوماسية الإغاثة الآن ومع هذه المساعدات التي تتدفق على لبنان. ما الذي يمكن التقاطه من هذه المعطيات وعلى رأسها اليوم زيارة نجيب ميقاتي؟ يعني الأردن منخرط بالجهد الدولي وبالتعبير عن الموقف الواضح لرفض ما يحدث في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا يدعو إلى التهدئة بشكل مباشر. وعنوان رئيسي طرح الأردن لا يمكن أن نصل إلى تهدئة ولا تخفيف التصعيد إلا بوقف الحرب على جميع الجهات. اليوم الحراك الدبلوماسي الأردني والزيارات اللي موجودة أيضا يقوم بها الساس اللبنانيون ودولة الرئيس نجيب ميقاتي هي في سياق هذا الإطار العربي واللبناني والأردني والجهد المشترك أيضا الذي تقود المجموعة العربية في وقف التصعيد ووقف المنطقة من الانهيار وتوسيع جبهة الحرب في سبيل إنقاذ نكون بين تصفية لمشروعين، مشروع إيراني ومشروع إسرائيلي في المنطقة، والدمار هو يلحق في البلاد العربية والعواصم العربية وإيران تتفرج عليها. يعني لا شك أنه الحراك الأردني يعني منذ اندلاع هذه الأزمة يعتبر نشط وإيجابي، كيف يمكن اليوم إسقاط هذه الإيجابية مع الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران بطريقة يخدم مصالح المنطقة ويجنبها من عواقب كارثية؟ جيد، صحيح. النشاط الدبلوماسي الأردني منذ بداية هذه الحرب قاده جلالة الملك وأسهم في تغيير الرواية الغربية وفي استقبال الغرب لرواية وسردية أخرى غير التي قدمتها إسرائيل عن 7 أكتوبر وما تلاها. والجهد الأردني والجهد العربي المشترك ساهم في على الأقل توفير مساحة من إيصال المساعدات واستمراريتها إلى أنها في قطاع غزة. الدبلوماسية الأردنية واضحة وجهدها واضح يتكامل مع الجهد العربي في إطار المجموعة العربية ولجنة المتابعة العربية التي انبثقت عن قمة مكة العربية الإسلامية. وعندما نتحدث عن رد إيراني ورد إسرائيلي إحنا واضحين في الأردن، لا يمكن أن نسمح بأن تكون أرضنا وسيادتنا وأقاليمنا سجالا للصراع والتناوش بين الدول. وعبر الجيش الأردني العربي الأردني وعبرت القيادة الأردنية أي شيء يمر عبر أرضنا ويستهدف فضائنا الجوي وأقاليمنا وسيادتنا سنتصدى له. هذا أمر لا نخجل منه، إنما نحافظ على أمننا واستقرارنا حتى لا نكون أيضا طرفا في حرب إحنا لم نشاور فيها ولم نكن جزء منها، وإنما نحن نشهد تداعياتها علينا بشكل كبير. وهذا كان موقف أيضا الدول الخليجية، يعني وكان هناك زيارة وجولة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لهذه الدول، وكما قلت يبدو أن الدول الخليجية ليست بوارد أن تتدخل أو تفتح أجواءها لأنها لم تكن طرف في هذا الصراع، وهي فقط كما ذكرت حضرتك أيضا تركز على الجهود الدبلوماسية لانتزاع وقف إطلاق النار. هل هناك تنسيق بين الأردن ودول الخليج؟ بالتأكيد الأردن منخرط بجهد دبلوماسي مشترك ومتفاعل مع أخواننا بالسعودية والإمارات وقطر والكويت وجميع المنظومة الخليجية. الأردن يصدر من إجماع عربي ودائما يحب أن يكون في هذا الحراك العربي، وتم لقاءات عديدة لوزراء خارجية الدول العربية مع جلالة الملك بداية هذه الحرب وحتى اليوم. جهود معالي نائب رئيس الوزراء الأستاذ أيمن الصمدي واضحة بأنه يحاول أن يضع دائما الجهد الأردني في بوتقة الجهد العربي. ما أود أن أقول إذا سمحتي لي في هذا الإطار أننا إضافة كأردنيين وكعرب يجب أن لا نكون جزء من مشروع إيراني يريد أن يصفي هذه الساحات العربية في إطار وحدة الساحة ويعطي حروب وكلاء تخوض حرب عنه ونحن ندفع الضريبة. علينا أن ننتبه إلى مصالحنا الوطنية وأن ندعو إلى إنهاء هذه الحرب ووقفها. غزة تحترق، غزة تتدمر، لبنان مستهدف في كيانيته تحت هذه الآلة الهوجاء من الحرب، والسبب هو إيران وعرقجي يجول في العواصم العربية كما جاء قبل النهيان في بداية هذه الحرب ويقول أننا ننتظر ونتطلع ونساند. من عمان وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية السابق الدكتور مهند المبيضين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.